أخبار تنس الطاولة واستعدادات نجومنا لأولمبياد طوكيو، عمر عصر نجم منتخبنا الوطني واحد من أبرز لاعبي منتخب تنس الطاولة، نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لي خلال التدريبات مع لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر الصاعدة هنا جودة خلال المعسكر الحالي استعدادا لأولمبياد طوكيو. عمر عصر كتب على الفيديو اللي نشره على صفحته الشخصية: ما شاء الله هنا موهوبة ربانية أو موهبة ربانية ومعجونة بينج بونج. شكرا لكل من ساهم وسيساهم في تطور فراشة تنس الطاولة. هي دي الروح اللي المفروض تكون بين اللعيبة لما لاعب كبير في تنس الطاولة محترف زي عمر عصر يدعم لاعبة ناشئة لسه بتبتدي حياتها زي هنا جودة ليها مستقبل كبير في اللعبة دي، بيرفع معنوياتها، بيأكد ان تواصل الأجيال هو طريق الرياضة المصرية عشان نحافظ على النتائج اللي بتتحقق بإذن الله.